حياكم الله مجددا مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل، ونرجع الى فعاليات المسير في اليوم الوطني، حيث قدمت تشكيلات الاخويه في ذلك اليوم المجيد عروض ابهرت الحضور واكدت على جاهزيتها لحمايه امن الوطن الداخلي واستعدادها لاي واجب تكلف به. نعم احمد، للمزيد حول دور قوه الامن الداخلي الاخويه خلال المسير الوطني معنا في الاستديو الملازم اول علي مبارك السبيعي، رئيس قسم التدريب والدورات في الاخويه. مرحبا ومسهلا فيك، حياك الله في استديو ترحيب. الله يرحمك. مرحبا ومسهلا فيك. يا مرحبا. يا مرحبا، مرحبا باقي، الله يحييكم. مبارك، احنا قبل لا نبدا بالاسئله نبي ناخذ انطباعك وشعورك بمناسبه ان انت كنت موجود وحاضر المسير اليوم الوطني. شفنا هناك تناغم وتناسق مو بس في الاخويه، بس مع اني انا انحاز الاخويه، لكن بين جميع الجهات الامنيه. بسم الله الرحمن الرحيم، ارفع سمايات التهاني والتبريكات الى حضره صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني، والى الامير الوالد الشيخ حامد بن خليفه ال ثاني، والى معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخليه الشيخ عبد الله بن ناصر ال ثاني، الله يحفظه. بهذه المناسبه الكريمه انطباع الفخر والعز بمشاركه جميع قوات الامن الداخلي وقوات المسلحه وقوات الحرس الاميري بالمرور امام المنصه امام سمو الامير والامير الوالد، وانا وفخر لي بانتمائي لاحد افراد المشاركين في هذا العرض. نعم، واحنا كلنا فخورين فيكم يا علي، يعني انتوا الامانه قدمتوا صوره جميله. يمكن الان نعرض البعض من مقتطفاتها على الشاشه، فيها التناغم مثل ما قال احمد. علي، انا ودي اسالك يعني لو تكلمنا عن دوركم في المسير في اليوم الوطني. دورنا كان بعرض تشكيلات الفصائل الصامت. نعم. والمشاه بسلاح وبدون سلاح وجاهزياتهم لحماية الوطن. نعم. واستعداده وتشكيلاتهم لحفظ الأمان أمن الوطن، واستعدادهم لجميع المجالات أو الأحداث اللي تواكب. نعم. دولة قطر. جميل. نعم. هذه نشوف تشكيلات لكم الأخوية في المسير الأمانة، كان في هناك تناغم وتناسق بين الأفراد جميعنا، وكأنهم فرد واحد يسير أمام المنصة. كان هناك شرف كبير لقوة الأمن الداخلي الأخوية أن في العلم الأول اللي كان من كل فصيل أو من كل جهة فردين، كان هناك فردين من الأخوية، كان هناك شرف حضور الأخوية وحملهم لهذا العلم. ماذا يمثل لكم هذا الشيء؟ نعم، حمل العلم فخر لكل عسكري يحمل هذا العلم ويحافظ عليه ويرفعه عاليا شامخا باذن الله. ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله تعالى. هو مو فخر ايضا للعسكريين بس، ترى وياكم بعد احنا ايضا فخورين بهذا الادعم، وهذا فعلا التناغم اللي احنا قاعدين نشوفه والعلم، يعني مشهد حمل العلم، يعني الكل يتوق الى هذا المشهد. وايضا يمكن حتى لو يعني لو طلعنا شوي عن الموضوع نروح لدرب الساعي، مشهد رفع العلم ونشوف العلم خفاق فوق، يعني بمثابه جوهره لنا كلنا كقطريين. انا ودي اسالك عن الملازم اول علي، عن عدد منتسبي قوة الأخوية اللي شاركوا في المسير. العدد من ضباط صف وأفراد. نعم. فوق الألف. ألف شخص. نعم. ما شاء الله. بإضافة إلى الضباط فوق 35 ضابط. نعم. كانوا كقادة فصائل أمام الطوابير. نعم. استعراضيين. نعم، ما شاء الله. جميل. ما شاء الله. مبارك، لو نتكلم عن الإدارات والمجموعات اللي شاركت في العرض، يعني يمكن البعض تمر عليه مثلا الفصيل الصامت او غيره من جهات، لكن ما يعرف هذول وشو بالضبط وش اللي يسوون. لو نتكلم عن اسامي الفصل او اللي شاركت، وايضا اهم المهارات اللي تحلون بها. نعم، الفصائل اللي شاركت فيها من العمليات الخاصه. نعم. تكونت منها الفصيل الصامت بالسلاح وبالسيف. الفصيل الصامت اللي هو يعمل عروض في السلاح. نعم. نفس هذا السلاح. هذا فصيل الصامت. هذا الفصيل. نعم. لكن الصامت بدون اي صوت. اي، هذا بدون صوت، يقوم بحركات بدون اي عاز او اي شيء. نعم، اعتقد هذا جدا صعب، ان حفظ الحركات كفرد واحد بدون. نعم. اي اعاز من قائدهم، ان خلاص كلهم على نغم واحد وعلى خلاص كلهم عارفين الحركه بالثانيه، يعني تشوف ثانيه واحده كانه شخص واحد اللي قاعد يسوي. نعم. يعني ما شاء الله شكل صوره جميله جدا. نعم. هذه تدريبات فاقت فوق 8 شهور إلى 6 شهور تدريبات قبل اليوم الوطني. ما شاء الله، استعدادا لليوم الوطني. إذن علي، إذا أنت تقول الملازم علي، إذا تقول أنت التدريبات تأخذ تقريبا 8 شهور، هل معنات الكلام هذا أن بعد اليوم الوطني راح تبتدون الخطة الجديدة لليوم الوطني القادم بإذن الله تعالى؟ من بكرة إن شاء الله بادين حق السنة الجاية إن شاء الله. الله ما شاء الله. استعدادا تكون بدري يعني. ما شاء الله، يوفقكم إن شاء الله. طيب الملازم علي، أنا ودي أسألك، طبعا أنت كونك كرئيس قسم التدريب والتطوير أو رئيس التدريب والدورات،
أنا ودي أسألك شنو هو هدفكم أو شنو هو هدف هذا القسم أو شنو الخدمات اللي قدمها لي العاملين يعني لديكم في قوة الأمن؟ إحنا القسم يعمل دورات تدريبية خاصة في جميع خطة الدورات، نعم. تشمل دورات حتمية لصف الضباط والضباط لتأهيلهم إلى رتب أعلى، بإضافة إلى دورات الحتمية على أفراد القوة من قتال وحماية شخصيات، نعم. ومكافحة الإرهاب والدفاع عن النفس، نعم. بكل قسم بما يخصه، نعم. يقوم فيها، بإضافة إلى مشاركة من دول مجلس التعاون، من منتسبين من دول مجلس التعاون لمشاركة أخوانهم وتبادل الخبرات ما بينهم، صحيح. وبين بعضهم، نعم. جميل، نعم. أنا يمكن لازم علي برجع لسؤالي اللي من قبل شوي اللي هو الفصيل الصامت وأيضا في غيره السيف، في السيف فصيل الصامت بالسيف، نعم. وبإضافة إلى فصائل الشغب، الشغب، نعم. نعم. بإضافة إلى الدفاع اللي هو دفاع عن بحث النقاد، نعم. دفاع بحث النقاد، نعم. كانوا فيه فصيل الدفاع المدني ومكافحة الحرائق، هذا لو شو، نعم. هذا العملية الخاصة، الفريق الخاص الفدوية، الفريق الخاص، نعم. الفريق الخاص الفدوية. طيب الملازم علي، أنا ودي أسألك عن خطة التطوير والتدريب للسنة القادمة إن شاء الله. نعم، من السنوات إحنا نهينا خطة الدورات العام اللي طاف، نعم. والآن شغالين على تطوير المرحلة الجاية. الآن عندنا خطة بإعداد قرية تدريبية مش في مجسم منها خطة. معلش ناخذ الصورة هذه نراويها للسادة المشاهدين. امسكها معك احمد عشان ما توهق على الهواء، عشان انا ما بغطي وجهي، عشان ما اسوي لك، احمد غطى وجهي، عشان ما اسوي له سالفه عقب الهواء. هذه قريه تدريبيه شغالين فيها الان، راح تنتهي في نصف المرحله السنه القادمه ان شاء الله، تحاكي الواقع من ابراج ومن منازل ومن سكن عمال، وبإضافة الى مدارس، تحاكي الواقع بما يفيد وتطوير قاده القوه من افراد وصف ضباط وضباط لمواكبة التطور، نعم. دولة قطر، نعم. جميل، يعني على حسب ما فهمت أن بنيت لهم قرية متكاملة ليعيش جميع الأجواء المناسبة لأنه يتدرب ويتعلم كأنه قاعد يعيشها. يعني مش ممكن، إحنا تعودنا على تدريبات أنه محاضرة، تدريبات عملية بسيطة في الميدان، لكن أن أنا أوفر له قرية كاملة، نعم. هذه تحاكي أرض الواقع، يعيشها، نعم. بكل مخاطرها، بكل يمكن اللوازم، أنت يمكن تحدياتها، يمكن أنت تعرف أبخص مني في هذا المجال. نعم، إحنا طال عمرك بدينا فيها القرية أنها تحاكي الواقع على مستويات، مستوى أول، مستوى ثاني، مستوى ثالث. شو اللي تقصده الملازم علي بالمستوى الأول؟ المستوى الأول اللي هو الأحداث البسيطة، نعم. أو المتدربين الحديثين تخرج، نعم. بالإضافة إلى المستوى الثاني اللي هو له خبرة بسيطة، نعم. المستوى الثالث طبعاً اللي هو كله خبرة عالية باقتحامات المباني من سواء من أبراج أو منازل أو مجمعات سكنية، نعم. إلى ما يغارب ذلك، نعم. ما شاء الله يوفقكم للأمانة، الله. يعني شيء جداً جميل، والأمانة يعني بدون مجاملة إحنا قاعدين نشوف في الأخوية إقبال كبير، صحيح. يعني من الجميع، أنا خبر أي واحد يخلص مدرسة ولا الصغار نشوفهم اليوم الوطني كلهم لابسين لبس الأخوية ورتب ما شاء الله. مو أنا هذا مستأنس منه وأخاف منه، أنا شو أقول حق الضباط والرتب العسكرية اللي دائماً أعزائي المشاهدين دائماً أقول كلهم كل إخواننا اللي يشتغلون في كل الأجهزة الأمنية أو أيضاً في أجهزة الدولة المختلفة من تقديم الصحة الخدمات الصحية والمهندسين، إحنا نبيكم كلكم، نبي إقدامكم كلكم. أوردي أنا أشوف ما شاء الله تبارك الرحمن، أنتوا خلاص أنتوا غطيتوا علينا، أخذتوا السوق كامل كله، نبي عيالنا يصيرون دكاترة بعد ونبيهم مهندسين، لأن الوطن هذا يعتمد على ركائز كثيرة. طيب أنا ودي منك كلمة أخيرة عشان ما يسوون لنا سالفة. إحنا طال عمرك بابنا مفتوح لجميع منتسبين، جميع المواطنين، نعم. أول الناس اللي تبغى تشارك تدخل تلتحق بقوة الأخوية لخدمة الوطن، بابنا مفتوح، ولأي واحد عنده سؤال أو استفسار أو يبغى يقدم أوراقه سواء صف ضباط أو الضباط، فإحنا موجودين في خدمتهم إن شاء الله. الله يوفقكم إن شاء الله، الله يجزاكم خير إن شاء الله، الله يوفقكم إن شاء الله. شكرا على حضورك الملازم أول علي مبارك السبيعي، رئيس قسم التدريب والدورات بالأخوية، الله يوفقك إن شاء الله، الله يجزاكم خير، الله يعطيك العافية، ما قصرت. مشاهد الكرام، وفي إطار الاحتفالات التي عمت أرجاء البلاد مناسبة اليوم الوطني، تميز الحي الثقافي كتارة بتنوع الفعاليات التي نالت إعجاب الجمهور من مختلف الفئات والأعمار. نعم أحمد، طبعا أعزائي المشاهدين في التقرير التالي نستعرض وياكم بعض من هذه المشاهد اللي صارت في الفعاليات. التقرير التالي يوضح لكم جميع التفاصيل. عدت الكلام مرتين.
أجواء احتفالية وفرحة كبيرة عمت أرجاء الحي الثقافي كتارا، وعكست فرحة الوطن بيومه المجيد، حيث تنوعت الفعاليات والفقرات المميزة التي استمتع بها زوار كتارا من مواطنين ومقيمين بهذه المناسبة العزيزة. كورنيش كتارا كان الوجهة الأولى للعديد من الزوار، حيث نظمت فيه مجموعة من الأنشطة والفعاليات شاركت فيها العديد من المؤسسات. وتميز جناح المركز الثقافي للطفولة بتعدد الأنشطة التي شملت تقديم مشاريع طلاب المدارس، إضافة إلى برامج ومسابقات عن تاريخ قطر. عندنا فعالية اليوم الوطني اللي نظمها المركز الثقافي للطفولة. الفعالية عبارة عن رؤية قطر 2030، قطر في عيون 2030. الفعالية حالياً نحن متواجدين على شاطئ كتارة. الفعالية عبارة عن 16 مدرسة مشاركة، 8 بنين 8 بنات. كل فعالية تنفذ مشروع أو بروجكت عن قطر 2030، أهداف قطر في 2030. فازت عندنا 5 مدارس مشاركة، وعندنا في الفعاليات أيضاً أعمال يدوية حق الأطفال ومسرح ومسابقات إن شاء الله. ومن أهداف الفعالية تنمية مهارات الأطفال في الإبداع والابتكار والتطوير، وغز روح الانتماء للوطن لدى الأطفال. الخيم التراثية كانت حاضرة بقوة في الاحتفال، ومنها خيمة بطولة القلايل التي تضمنت معروضات وإنجازات البطولة، كما كانت جمعية القناص القطرية حاضرة من خلال فعاليات متميزة تضمنت تقديم معروضات وصور تحكي إنجازات الجمعية، ومعرض المحنطات التي تعكس البيئة الصحراوية وما تزخر به من حيوانات وطيور، فيما كان التقاط الصور التذكارية مع الصقور من أهم ما اجتذب الجمهور. كما شارك مركز قطر للتراث والهوية بعدد من الفعاليات للتعريف بالهوية القطرية. جناح مركز قطر للتراث الهوية فهو مركز يعتني بالهوية وتعريف النشء والصغار والجيل الحالي بالهوية القطرية، حتى يحافظون على هويتهم، يعرفون أنهم أرث كبير من الهوية والتراث اللي لازم يتمسكون فيها. الكثير من البرامج الفعاليات قدمناها هنا في مركز قطر للتراث الهوية، منها رقصة المرادة، أيضا عندنا أم أحمد وأبو أحمد وهم يتكلمون باللهجة المحلية القطرية، وهناك مسابقة للأطفال عن الكلمات هذه، بالإضافة للألعاب الشعبية اللي كانت تمارس قديما في الأحياء في البراحة في الفريج في الأماكن هذه. وعندنا أيضا نفق الشاشات اللي فيها حوالي 10 شاشات تبين كل قطر منذ 50 عام وحتى الآن كيف كانت قطر وكيف تطورت لأن أصبحت الآن في هذه النحظة الكبيرة. هذه ملخص لأكثر الفعاليات اللي احنا عملناها، وانتم شايفين ردود الأفعال عند الجمهور والأقبال الكبيرة اللي عندنا. ومن الفقرات التي تفاعل معها الجمهور الاستعراضات التي قدمتها الفرقة الموسيقية التابعة للحرس الأميري، حيث جابت أرجاء الحي الثقافي وأمتعت الجمهور بمعزوفات موسيقية وعروض شيقة أضفت أجواء من الفرحة على الاحتفال بهذه المناسبة السعيدة. نعم مشاهدينا الكرام مستمرين معاكم، لكن نطلع فاصل وبعدها بنتابع. زيارة وفد شعبي عماني لمشاركة قطر في احتفالات اليوم الوطني.